في إطار برنامج قراءات للمركز السوسيو الثقافي لمؤسسة محمد السادس بتطوان، تم تقديم رواية سنوات قبل الفجر لرشيد جلولي ضمن لقاء يتيح التواصل المباشر مع الكاتب فن شاكر العلوي سيام بوخليفي وعبد علي هكنوني. سنوات قبل الفجر عنوان الرواية الثانية للروائي رشيد جلولي، والتي يقدمها في لقاء مباشر مع الجمهور ضمن حلقة جديدة من برنامج قراءات المركز السوسيو الثقافي لمؤسسة محمد السادس بتطوان، الهادف إلى إتاحة الفرصة لهواة الكتابة الأدبية للاطلاع على آخر الإصدارات ومناقشة مبدعيها. واليوم في إطار هذا البرنامج الخاص برنامج قراءات المركز، نتشرف باستضافة الكاتب رشيد الجلولي كاتب رواية سنوات قبل الفجر. وهذه الرواية تأتي في سياق محاولة إضافة تقنيات جديدة وإضافة كذلك مكتوب للمتن الروائي المغربي، بحيث تأتي هذه الرواية في سياق الاشتغال على مواضيع هي اجتماعية ونفسية. سنوات قبل الفجر تجربة ثانية للروائي رشيد جلولي، قدم من خلالها تقنيات أدبية جديدة مع الخوض في قصص تمس في جوهرها الواقع المعاش، مع تقديم جملة من الظواهر الاجتماعية التي تطفو على السطح.